والله بقول لهم ربنا معاكوا دايما، وبقول لهم خليكوا يعني واخدين، خليكوا محايدين طول الوقت، ما تاخدوش صف عن صف علشان نحس فعلا بالديمقراطية لأول مرة، ونحس فعلا إن في انتخابات كلنا نفرح بيها، وتكون النتيجة في الآخر يعني نتيجة عادلة ومرضية للشعب كله. يعني عيش وحرية وعدالة اجتماعية، ده اللي احنا قلناه من يوم 25 يناير، ده اللي انا برجع اقوله دلوقتي، دي رسالتي بكل بساطة. يعني اخر اعمالي ان شاء الله قريب هيبقى الالبوم الجديد، انا بشتغل عليه دلوقتي، خلال شهرين او حاجة هينزل، يعني على اخر السنة كده بإذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا، ميرسي او شكرا.